الهجم الشرسي الاستعماري والتكفيري الوهابي، إن تماسك الجيش العربي السوري والثبات والعقيدة الموجودة لدى المقاتلين أثبتت على مدى 3 أعوام من هذه الهجم الشرسي ثبات المقاتل السوري وكفاءته لتحمل مثل هذه الأعباء وللتصدي والدفاع عن أراضي الجمهورية العربية السورية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. إن شاء الله هذا الاستحقاق وسيكون إحدى بشائر الأولية للنصر الأكيد والمؤزر للجمهورية العربية السورية. شكرا لك. يعطيك العافية. أنا انتقل لرفيقنا. رفيقنا، أنتم عم تعيشوا ظروف قتالية دقيقة وحساسة. كيف عم تقدروا توازنوا بين الظروف القتالية اليومية وظروف حياة تفاصيل معيشتكم اليومية؟ هيدا جدا جدا مهم هالسؤال، لأنه الجيش العربي السوري بطبيعته هو جيش متكيف. هذا شيء معروف، ما لدى الجيش العربي السوري، ما بس عناصره، بيعرفوا من شرقه لغربه، من شرق العالم لغربه، الكل بيعرف انه الجيش هو جيش، الجيش العربي السوري هو جيش مرن، جيش متكيف بشتى الظروف، بشتى الحالات، سواء كانت ظروف طبيعية أم كانت ظروف استثنائية، مثل هالظروف هيدي اللي انفرضت عليه، ظروف استثنائية محضة، بامتياز يعني، فكانت ظروف قاسية، بس كنا نحن أقسى عليها هي، هالظروف كنا أقسى. واجهناها بكل حدي وبكل روح معنوية عالية مرتفعة. مثلا أنا شخصيا لما توكل إلي مهمة من قائدي المباشر، يعني مباشرة بخبر العناصر بكل روح معنوية عالية، يعني بنكون فرحين مبسوطين جدا إنه عندنا مهمة بكرة، يا شباب جهزوا حالكم، إيه كذا، نعرف حالنا منتصرين. شكرا. شكرا. أنا من أول ما جيت لهون عم تبتسم. سر الابتسامة، بدك تحكي لي عن سر ابتسامتك، خاصة انه عم تخوضوا ظروف قتالية يعني انا شفت دقيقة وحساسة، فاحكي لنا شوي. سر الابتسامة بسبب النصر اللي بنقوم فيه، نصرنا الشايف وانت على ارض المعركة. ان شاء الله رح نرجع كل بسمة لكل طفل سوري، رح نضل شهداء لارض سوريا، ان شاء الله نشوف النصر القريب. ورغم بعدنا عن اهالينا وتواجدنا بمكان صعب، بس هذا الشيء بيمنع انه ندافع عن سوريا، عن شعب سوريا، من ارض سوريا. ان شاء الله بنشوف الانتصارات اللي قادمة. شكرا. كيفك؟ كلنا بنعرف انه سوريا عم تخوض ظروف قتالية غير طبيعية بطبيعة العدو وطبيعة التمويل، والجيش العربي السوري صامد لمدة 3 سنوات تقريبا. الكل يتساءل عن سر هذا الصمود، انت كفرد من الجيش العربي السوري فينك تحكي لنا، توصف لنا الحال شوي؟ سر الصمود وتكاتف الشعب مع الجيش ومواجهة هذه الهجمة الشرسة قبل التكفيريين والإرهابيين الذين أتوا من جميع أصقاع الأرض ليهدموا سوريا الحضارة، سوريا الأم، لكن تكاتف الشعب مع الجيش هو كان سر هذا الصمود، وإضافة للروح المعنوية العالية التي يتمتع فيها أفراد الجيش العربي السوري وثقتهم الكاملة بالنصر. فمهما كانت الظروف صعبة أو قاسية، لكن الروح المعنوية هي التي تحتم علينا النصر. كلمة أخيرة بتحب توجهها عبر برنامجنا حماة الديار؟ بحب أقول لأهلي إنه غيبتي ما بقى مطولة، وإن شاء الله راجعين على الضيعة قريبا ومنتصرين بإذن الله. شكرا لك. كلمة أخيرة. أول شيء بتوجه رسالة لأهلي إن شاء الله رح نرجع بالنصر، رح نرجع ترجع سوريا مثل ما كان، وللشعب رح نضل مثل ما عهدنا، مثل ما عرفتونا، من انتصار لانتصار. شكرا. شو بتحب تحكي كلمة؟ بحب احكي انه بشكر اهلي لهالتربيه الاكاديميه اللي ربونا اياها، بشكر تربيتهم على كيف ربونا على حب الوطن والتفاني والدفاع عنه بشكل كبير جدا. وقل لوالدي الحمد لله على السلامه ويعذرني اني ما قدرت اجي، وبعرف انه هو ما نعاتب علي، بالعكس عم يدعي لي كل لحظه والوالدي. واكيد بوجه للشعب كلمه بقول لهم انه مثل ما عهدناكم رح نحرر أراضي سوريا كلياتها من الإرهاب بإذن الله تعالى. شكرا لك. تحب توجه كلمة عبر برنامجنا؟ بحب أوجه كلمة للمجموعات الإرهابية التكفيرية. رح قلهم بوجود همة وسواعد أبطال الجيش العربي السوري وإيمانهم الأكيد بالنصر الحتمي والنصر المؤزر إن شاء الله، لن يكون لهم موطئ قدم على أراضي الجمهورية العربية السورية. أخرجوا من حيث أتيتم. شكرا لك. شكرا لجميع الشباب المتواجدين معنا هون. نعم سيدي المقدم، تابعنا معا الحالة المعنوية المرتفعة هنا لدى أفراد جيشنا الباسل في منطقة الجوبر، والتي تمثل حالة كل فرد من أفراد الجيش العربي السوري في كل منطقة على امتداد وطننا الغالي.
شكرا إبراهيم. وصلنا مشاهدينا لختام حلقة اليوم، ودائما الختام مع فقرة الإنترنت. إلى اللقاء.